وانطلقت الآن جهاد الإنتاج السعودي في شوطها السادس بمساهمة شركة توكيلات الجزيرة للسيارات، وعلى مسافة 1650 متر جهاد الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات ومفتوح لجميع الدرجات، وقيمة الجائزة سيارة جيبكس بلور موديل 2005 للأول بالإضافة إلى 20,000 ريال للمراكز من الثاني وحتى الخامس. والصدارة الآن للأطراف في المركز الأول، يتابع أو تتابع الفرس أسيرة سلطان وأيضا محبوبة خيرية في المركز الثاني. المركز الأول للجواد الأطرف وأسيرة سلطان من الخارج، محبوبة خيرية من الداخل، وأسيرة سلطان تتصدر الآن. وأشاهد تقدم أيضا شبل بندر المرشح أيضا في هذا الشوط، وأسيرة سلطان متصدرة في المركز الأول، شبل بندر في المركز الثاني ومحاولات لأخذ المركز الأول. أيضا أشاهد فخر الزمان وهو من الأسماء المرشحة أيضا، يحاول أن يتقدم بقيادة خيال أحمد الشايع من الخارج. والصدر أيضا هناك أيضا مثل العسل المرشح أيضا في هذا الشوط الذي كسب في أول حمل. وكما تشاهدون الجهات تقترب من المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية، والصدر لفخ الزمان من الخارج. أيضا هناك تقدم لشبل بندر وتنافس قوي، والصدر غير معروفة حتى الآن في هذه الأثناء. شبل بندر متقدم في المركز الأول، يحاول أن يبتعد عن بقية الجهاد، محاولات من فخر الزمال. اذا شبل بندر، شبل بندر يبتعد بقيادة عبد الله الحمد، يبتعد شبل بندر، يتابع ايضا فخر الزمال، شبل بندر وسيارة شركة توكيلات الجزيرة للسيارات جيب اكسبلورر من نصيب الجواد شبل بندر لعبد العزيز.